السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة وصفة منعشة وفي نفس الوقت قوية جدا للتخسيس. هبدأ فيها وقلت أبدأها معاكم. نعناع 3 4 عيدان، ربع خيارية، قد كده جنزبيل وليمونة. تمام، بسم الله. مية، يعني اللي عايز يعملها بالمية الفوارة، المية الفوارة مفيدة جدا 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 للهضم، مفيدة جدا للهضم. بننزل كل المكونات اهو، نعناعنا، ليمونة، بنحط الحاجات دي في خلاط، الجنجر والجنزبيل والخيار والليمون. السكر بقى حسب الرغبة، يعني انت بتخسس مش لازم سكر، بس انت ممكن تحط عسل، معلقة عسل. تمام، معلقة عسل، العسل ده مفيد جدا للجسم. المية يعني ما يعادل كوبايتين، يعني انا حطيت كوباية هحط تاني كمان كوباية. تمام كده، بنغطي. بنفضي، بنصفيه، بسم الله الرحمن الرحيم، بنصفيه. صفيناه كده، كل ده خلاص كده، يعني خدنا الخلاصة منه. تمام،